كنت بترد انت بس بقول شغله بالنسبه للشخص اللي اتصل من ايران ميلاد انا نفس الشيء كنت بدي اقول ميلاد انه البايرن سحق انديه انجلترا، هذه الشغله الاولى. الشغله الثانيه الدوري الالماني ليس ضعيفا ابدا لانه البايرن فريق انتم ما عم تشوفوا الثاني والثالث والرابع شو عم يعملوا. وفي بعد شغله ليك ثائبت، في عندي لائحه عن اغلى الفرق بالعالم، يعني اسعار اللاعبين بكل فريق حاليا. اوكي، الرقم واحد سيتي مليار فاصل 0.4 يورو، الثاني باريس سان جيرمان 997 مليون، مانشستر يونايتد 937 مليون، تشيلسي 882 مليون، ليفربول 880 مليون. يعني وين البايرن؟ ما عم اقول لك لحظه، عم خبرك. هيدا بيعني انه هدول التشكيلات في عندهم لاعبين احتياط. يعني سيتي عم تيجي تقول لي انه سيتي والله بروح بيلعب بالتشامبيونز ليج بعدين بيجي عم ضد تشيلسي، ما عنده 60,000 تشكيله. تفرق لا ما تفرق، لا اسمح لي تفرق، ما تفرق، لا ما تفرق، لا تفرق وايد تفرق. معلش خليني اكلمك الحين كره قدم، اسمح لي خليني اكلمك كره قدم. تفرق وايد على مستوى المجهود البدني والاستشفاء والتفكير والضغط الاعلامي، وايد امور تفرق مع اللاعبين. لما انا الحين بروح العب في دوري الابطال وارجع عندي لعبه مع مانشستر يونايتد عندي فيها مثلا عندي فيها خصم، خليني اكمل كلامي، التشكيلتين عندك حبيبي، خليني اكمل كلامي لو سمحت. عندي فيها مباراه قويه مثلا فيها تنافسيه على مستوى الدوري، وارجع واروح الابطال بعدين ارجع العب مع تشيلسي، عندي 6-7 فرق قاعد انافسهم في الدوري غير لما انا بالدوري قاعد انافس نفسي. هذا تفرق على مستوى كره القدم. الان انت قادر تتعامل نفس ما قال مساعد، انت كفريق قادر تتعامل ماديا ونجوميا وعقليا وذهنيا، هذا شيء يذكر لك. احنا ما قلنا لك شيء تتمرر رساله، بالعكس احنا قاعدين نمدح في بايرن ميونخ في هالجانب. بس لما اقول انا ان فرق الدوري الانجليزي او الدوري الايطالي على سبيل المثال، وحتى قبل يعني ريال مدريد في بعض الحقب ومرشلونة بابا في اي فريق ما خليت اكمل انت قاطعتني ما خليت اكمل خليني اكمل بدك تحكي بعدل، انت ما خليتني اكمل. عن باير انه انت بتحكي انه عن باير انه بيروح على الدوري بيلعب ضد فرق مرتاح ما هي ما بتسوى لا راحه بدنيه وبرشلونه لحظه وبرشلونه وريال مدريد ما يروحوا على اسبانيا ويلعبوا ضد سبورتنج خيخون وكادش والافس يلعبوا ضد تشامبيونز ليج، ليش بس عم تتذكر الباين؟ انا قاعد اقول لك لا تذكر الباين، خليني اكمل كلامي. ما اي كلامك غلط، كلامك غلط من اوله. ما كملت كلامي عشان تقول غلط او صح. شو عم تحكي؟ انا ما كملت كلامي عشان تقول غلط او صح. كمل. قاعد اقول لك بعض الحقب اللي مرت على ريال وبرشلونه كل كان الدوري الاسباني فيه قوه، كل ما لا قوه الدوري الاسباني اخر خمس سنوات كل عمره هيك. خلي خلص بعدين يا حبيبي، خلي لك شغله. يعني مثلا انتم بتتذكروا انه الباير مسيطر على الدوري، بس ما بتتذكروا لما دورتموند طقوا للباين 5-1؟ بتنسوا لما دورتموند اخذ الدوري يا خي؟ حش تحكي هذه معايات يا خي، ما في جماهير ما عليه. انتم بتقولوا ولا سيتي راح لعب تشامبيونز ليج ضد الباين واجا ضد تشيلسي. عندك الريال برشلونه الدوري كان بايدهم، بيلعبوا باسبانيا مرسل، بيروح بيلعب تشامبيونز ليج مرات قويه. معلش طيب، لا لا بس لا 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 هو مالك مارك 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 لا 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 عشان يوصل فكرته سنة تكمل. يلا تفضل. انا قاعد اتكلم كره قدم، ما اتكلم معايات وجماهير و 8-2 8-2 و9-2 انا ما نشرب السوالف، انا ما له علاقه بالسوالف. هذه معايات هو قاعد يتكلم لا لا هذه معايات جماهير. لما تقول لي كسح وضرب هذه معايات جماهير اللي فاز قالك على دورتموند، انا ماني شغل دورتموند الحين، قاعد اكلمك انا بشكل عام. هذا الامر في عالم كره القدم ياثر. لما انا العب في دوري قوي وعندي مباريات على مستوى جدولي مضغوط والعب مباريات كثيره، ينضغط الفريق وينضغط اللاعب وينضغط في امور حتى بدنيه واستشفاء وامور وايد عديده في كره القدم. اذا بديش معاك في تفاصيل اكبر بكثير من هذا الامر. انا لما اكون على مستوى فريق عندي ضغط اقل شويه، مرتاح حتى في التدوير، مرتاح حتى في عمليه المنافسه في الدوري، لما العب الابطال عندي شويه في هدوء اعصاب. وصلت اسمع، غير لما عشان ناخذ مساعد بس خلينا نكمل النقطه الثانيه بس اللي قاطعني عليها. اي يلا كمل، قاطعني بس خليت وقته. لا هو خذ وقته. يلا تفضل. انا تكلمت لما انا ما كملت طريت برشلونه ريال مدريد ريال، لانه هو نفس الشيء. شوف انا قال ما كملت جملتي. يقول قاعد اقول ريال وبرشلونه اكو فتره من الفترات إيه؟ كان الدوري قوي إيه؟ الحين دوري مو قوي،
بس قاعد اقول لك كان الدوري قوي فكان طيب. ايضا برشلونه وريال عنده مباريات قويه مع فالنسيا مع اتلتيكو مع دورتموند مع ديبورتيف كان في مباريات قويه وصلت الان ايه؟ الدوري مو قوي خلاص بس ما راح تشوف التعب هذا وصلت ريح انت السيل يقول السيل نقطتين يعني احنا مدحنا بايرن في نقطه لكن اذا انت مو راضي تعترف ان ضعف الدوري الالماني نقطه ما بدي اعترف بس خلني ما يصير السيل خلاص خليك كمل بعدين قول رايك لا لا ما بعترف اي ما بدي اعترف كيف عليك كمل انا قاطعتك مساعده الصراخ سهل الصراخ سهل يا خي احنا قاعد نتناقش بعقلانيه طيب. بس دقيقه أوكي بس لا تحاول تثير الجدل بكلمه احنا ما قلناها خليني اكمل كلامي لا انت ردك ويقولك ما بعترف تثير الجدل علي خلني انا ارد عليك بس قالك ما بعترف انا ما قلت وقالك ما بعترف لا بس دقيقه انا قلت خليني ما بعترف خليني اكمل يلا كمل وكيف ما بكمل كيف انا لازم هو لازم يضطر يسمعني مثل ما انا إلا يسمعك اسمع النقطة الأولى إذا هذا رأي ما سهل على راسي رأيك إي بس مثل ما أنت رأيك على راسي إذا أنت مو معترف أن ضعف الدوري الألماني نقطة تساعد بايرن على النجاح الأوروبي فهذه مصيبة اثنين ردك على سمير لما ذكر بس ري وبا أنت واضح أنك متحسس من ريال مدريد وبرشلونة هذه نقطة على السطر مو بس أنا أقولها لا خلي كمل هي نقطتين فأتمنى ولا أن أدري أن أمنيتي ما راح تحقق أنك تعترف أنه خلينا نقول موضوع في بايرن من الحلال اسحبها يا كل مره دي مكالمه الدوري الالماني يساعد بايرن على النجاح اوروبيا لا ما تتفق طيب. هذه مصيبه طيب خلص طيب خلص ما انا خلص. قلت رايك شوف يعني في جزئيه كبيره دش بالعامل الكروي اللي هو سمير وانا اتفق ويا سمير جمله وتفصيلا في حقبه من الحقبات واتفق ويا سهيل بموضوع قال انه يجب على الانديه اللي موجوده عنده داخل المانيا انه يكون قدوه لهم بايرن هو قال انا مو ذنب سيل ان الفرق اللي قدامي انا مو قادر اسيطر طيب. او مو بالكواليتي اللي انا قاعد اشتغل عليه هذه منظومه سنوات منظومه اتفق ويا مساعد ايه؟ انا استثمرت دوري كفريق انا كفريق بالضبط صحيح استثمرت بس المبالغ ان البوندسليغا دوري ضعيف ودوري يعني كلام سحبناها ابو محمد سحبناها دوري مبالغه دوري البوندسليغا يساعد بايرن على النجاح الاوروبي ما قلنا ضعيف سحبها مو ضعيف طيب. لكن تحسب لبايرن انه عارف شلون ترى في فتره في فتره من الفترات في السنوات السابقه نزل فيها الكالتشيو نزل فيها الكالتشيو كله يعني قال حاليا الليغا نزلت بعد كريستيانو هذا عادي يا جماعه في لحظات الدوري الاسباني فالنسيا وصل نهائي في لحظات وصل فيها نهائي اشبيليا ياخذ الدوري الاوروبي بيريال نص نهائي مع ارسنال بس بشكل عام بشكل عام هو نقطه السيل شنو انه بشكل عام ان العين دائما ان البوندسليغا اضعف دوري في اوروبا اضعف دوري نعم هذا صحيح هذا صحيح مو الاقل مو اضعف الاقل طيب هذا صحيح طيب حتى في الترتيب الاتحاد الاوروبي يقول لك يعني بدون ترتيب اسباني ايطالي انجليزي بعدين الماني معروف هذا من عمر الدنيا بالضبط لا شوف من عمر غير لان في رانكينج كل خمس سنوات في كل ثلاث سنوات الترتيب الحالي الانجليزي الاسباني الايطالي الالماني البرتغالي الفرنسي هذا الترتيب الحالي نعم. انا اختم مالك أنا عشان اختم لك عشان برجع للسالفه قاعده ان سالفه ان الدوري ضعيف او الفرق ضعيفه وقلنا احنا استثمرها واستثمرها خير مثال لو تبي تقيسها احنا قيسها محليا عندنا مثلا ما بقيسها مكان قبل الدوري الكويتي كم فريق طيب سبعه لحظه اسمعني كانت الكره الكويتيه باعلى مستواها اليوم اي احد تحاكيه على المنتخب الكويتي يقول لك دوريك ضعيف ليش ما تم استثمارها عيل يعني لا تصير الحجة على باير ان استثمر ذكرنا هالنقطة ابو احمد هذا اللي بوصله وجود باير بدوري انا ما اقول ضعيف طيب استثمر لا. افكاره بس بالطريقة المثالية قاعد يباري ممتاز ممتاز عندي اتصالات والله 10 ثواني 10 سهيل لما تركض 5 كيلو اليوم بكره تنام وبعدين تركض 5 كيلو بيصير نفس ادائك ال 5 كيلو الاولى لازم ما راح يصير في ادائك لازم تستشفى عند نريح بالاتصالات